السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب الكرام، سنقوم بعمل مراجعة لمادة الاختبار النهائي الوحدة الأولى الثقافة الحاسوبية الدرس الأول مكونات الحاسوب. الحاسوب أعزائي الطلاب يتكون من المعدات والبرمجيات. المعدات هي مكونات مادية للحاسوب يمكن رؤيتها ولمسها، وتنقسم إلى وحدات الإدخال ووحدات الإخراج ووحدات التخزين ووحدة المعالجة المركزية. أيضا سنتحدث عن كل واحدة منها ثم ننتقل إلى البرمجيات. وحدات الإدخال هي المعدات التي تستخدم لإدخال البيانات إلى جهاز الحاسوب. من الأمثلة عليها لوحة المفاتيح، الفأرة، الميكروفون، كاميرا الويب والمسح الضوئي. وحدات الإخراج هي المعدات التي تستخدم لعرض النتائج. من الأمثلة عليها الشاشة والسماعة والطابعات. أيضا من المهم جدا معرفة أعزائي الطلاب. أعزائي الطلاب، الآن سوف نتحدث عن كيفية اختلاف الطابعات عن بعض البعض. تختلف الطابعات من حيث الحجم والسرعة والثمن وجودة الطباعة. علينا أن نذكر أيضا عليكم دراسة أنواع الطابعات. طابعة نفس الحبر تعمل باستخدام بخاخات صغيرة ترش الحبر السائل على الورق، وطابعة الليزر يستخدم الليزر في الطباعة. وحبرها دقيق على شكل بودرة وبيتيح مهرجان ذات جودة عالية وبسرعة جيدة. الطابعة النقطية تعمل بتقنية الفرق وفي زبابيس معدنية صغيرة على شريط محضر فوق الورق، وهي من الأنواع الشائعة قديمة ويقتصر استعمالها على بعض المؤسسات مثل البنوك. أما القسم الآخر فهو البرمجيات، هي مجموعة من التعليمات والأوامر التي تحدد للحاسوب ماذا يفعل وكيف يعالج البيانات. والبرمجيات نوعان، برمجيات النظم والبرمجيات التطبيقية. برمجيات النظم تقوم بالإشراف على المكونات المادية في الحاسوب وتوجيهها للقيام بوظائفها المختلفة. أما البرمجيات التطبيقية فهي برامج يكتبها متخصصون لأداء وظائف معينة، وتقسم إلى البرمجيات التطبيقية إلى برمجيات التقنية عامة مثل وورد والإكسل والأكسس، والبرمجيات التطبيقية الخاصة مثل برامج المحاسبة وبرامج سجلات المرضى وبرامج تنظيم الحجوزات. ومن الأمثلة على برمجيات النظم نظام التشغيل الأندرويد ونظام التشغيل الويندوز. الدرس الأول، وعليكم الاهتمام بأسئلة الدروس، حفظ أسئلة الدروس جيدا، إنها أسئلة مهمة جدا. الدرس الثاني، المكونات، مكونات الحاسوب الداخلية. من المهم أن لها دور كبير في عمل جهاز الحاسوب، وأنها توجد داخل صندوق، وهذا الصندوق يسمى بوحدة النظام، وهو الإطار الخارجي الذي تحفظ بداخله مكونات الحاسوب الداخلية. أولا، من أهم المكونات الداخلية وحدة المعالجة المركزية. من المهم معرفة أن هذه الوحدة هي بمنزلة الدماغ بجهاز الحاسوب. وظائفها إجراء العمليات الحسابية والمنطقية، قراءة البرامج، التحكم في نقل البيانات، والتحكم في عمل أجزاء الحاسوب الأخرى. وتسمى هذه الوحدة في الحواسيب الشخصية بالمعالج المصغر. مثلا من الممكن معرفة أمثلة عليها. العوامل المؤثرة في أداء وحدة المعالج المركزية، سرعة المعالج وعدد الأنمية وذاكرة الكاش. أيضا من المهم معرفة مفهوم ذاكرة الكاش. ذاكرة الكاش بأنها ذاكرة مؤقتة وسريعة وتوجد داخل المعالج أو خارجه، وتحتفظ ببيانات التي طلبها المستخدم مرات عدة. أيضا الذاكرة الرئيسية، معرفة أنواع ذاكرة، ذاكرة القراءة فقط ROM، وذاكرة الوصول العشوائي RAM، والفرق بينهما. ذاكرة الROM تحتفظ بالتعليمات حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي، ولا يمكن تنزيل محتوياتها من قبل المستخدم، ويخزن عليها من قبل الشركة المصنعة. على عكس الرام يمكن الكتاب عليها وتغيير محتوياتها، وتفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي، وتحمل عليها نسخة من نظام التشغيل والبرامج والملفات التي يعمل عليها المستخدم. أيضا تقاس سعة الذاكرة الرئيسية بوحدة البايت، وعلينا معرفة أن كل واحد بايت يتكون من 8 بت، وأن أصغر وحدة قياس البت تأخذ قيمة 0 أو 1، يعني البايت يتكون من 8 بت. أيضا اللوحة الأم
تعريفها مهم، هي القطعة الإلكترونية الرئيسية في جهاز الحاسوب وتربط قطع الحاسوب بعضها مع بعض وتنظم عملية الاتصال بينها. أيضا بطاقة العرض وتعريفها مهم، بطاقة تحتوي دوائر إلكترونية خاصة بمعالجة الرسوم والصور، من المهم جدا معرفة هذه المكونات الداخلية والاهتمام بوحدة بأسئلة الدرس. أعداء الطلاب مثلا هنا كم حرف يمكن تخزينه في ذاكرة الرام سعتها 256 ميجا بايت على السعة تستوعب عدد الحروف يعني 256 مليون حرف. أيضا وظائف وحدة المعالجة المركزية مهمة، إجراء العمليات الحسابية، قراءة البرامج، التحكم في نقل البيانات، والتحكم في عمل أجزاء الحاسوب الأخرى والعوامل المؤثرة في أداء وحدة المعالجة المركزية، والفرق بين أنواع الروم والرام الذاكرة الرئيسية. من المهم جدا معرفة الأسئلة والإجابة عنها وحفظها في الامتحان. الدرس الثالث وحدات التخزين المساندة، تقسم إلى نوعين، وحدات داخلية ثابتة مثل قرص الصلب، ووحدات خارجية يمكن تركيبها وإدارتها مثل قرص المدمج والرقمي وذاكرة الفلاش وبطاقات الذاكرة. أولاً علينا معرفة أن قرص الصلب هو وحدة التخزين الرئيسة في جهاز الحاسوب، لأنه يتم تخزين نظام التشغيل المنزل عليه. أيضاً أهم مميزاته ذات سعة تخزينية كبيرة جداً تقاطر الجيجابايت والتيرابايت، وهو سريع جداً في نقل البيانات. من أهم خصائصه السعة الكلية لقرص الصلب وسعة دوران قرص الصلب. ثانياً الأقراص المدمجة، يطلق عليها الأقراص الليزرية لأنها تستخدم تكنولوجيا الليزر في كتابة المعلومات عليها وقراءتها. أيضاً من المهم جداً معرفة أنواع الأقراص المدمجة. يوجد لدينا مثلاً القرص المدمج للقراءة فقط، هذا للقراءة يكتب عليه أثناء تصنيعه ولا يمكن مسحه أو التعديل عليه مثل CD-ROM. أيضاً القرص الثاني القرص المدمج القابل للكتابة، يمكن التخزين عليه مرجع واحد فقط مثل CD-R. والقرص المدمج القابل لإعادة الكتابة والتخزين، يمكن التخزين عليه الكتابة وحفظ المعلومات التي تخزن عليه سابقا وتعديلها. ثالثا القرص الرقمي يمتاز بالخارجي ويشبه تماما القرص المدمج في الحجم والشكل، وزنه خفيف ذات سعة تخزينية كبيرة جدا تصل إلى 16 جيجا بايت، ويستخدم لتخزين أفلام الفيديو وذاكرة الفلاش. من مزاياها بأنها خارجية صغيرة الحجم خفيفة الوزن سهلة الحمل، يخزن عليها جميع أنواع الوظائف المتعددة وسهلة الاستخدام، وذات سعة تخزينية كبيرة تقاس جيجا بايت ولا تتلف بسهولة. وخامسا بطاقات الذاكرة، من المهم جدا معرفة مفهوم بطاقات الذاكرة. هي بطاقات صغيرة الحجم قابلة للإدارة ولتوصيل بطاقة الذاكرة في جهاز الحاسوب. نحتاج إلى قطعة إلكترونية تسمى بقارئ البطاقات، وتستخدم هذه البطاقات في الكاميرات ومشغلات الصوتيات وأجهزة الهواتف الخلوية. أيضاً من المهم جداً الاهتمام بأسئلة الدرس، أيضاً كافة أنواع الأسئلة. السؤال السادس المتعلق بصفحة الوورد، هذا السؤال غير مهم وغير مطلوب منكم. أيضاً معرفة منافذ جهاز الحاسوب، معرفة المنافذ وكل منفذ وبما يستخدم والفرق بين المنفذ والمنفذ الآخر، من المهم جداً معرفة هذه المنافذ. أيضاً وأسئلة الدرس طبعاً، مثلاً كل استخدامات منفذ PC2 يستخدم لتوصيل البارة ولمسة المفاتيح. مزايا منفذ الناقل التسلسل العام، سهولة الاستخدام، السرعة الكبيرة في نقل البيانات. مهم جداً معرفة كل منفذ مع استخدامه مع تعريفه. أيضاً هنا مثلاً أنواع الحواسيب، تصنف الحواسيب حسب الحجم وطبيعة الاستخدام. أنواع الحواسيب من حيث الحجم، حواسيب مصغرة، متوسطة، كبيرة، فائقة. معرفة كل نوع من هذه الحواسيب ومميزاته، وحسب طبيعة الاستخدام حواسيب الاستخدام عامة ذات استخدامات عامة وحواسيب ذات استخدامات خاصة. معرفة أن الحواسيب المصغرة تسمى عادة بالحواسيب الشخصية لأنها مصممة لتخدم شخص واحد في لحظة واحدة.
منها أنواع، لها عدة أنواع: حواسيب مكتبية وحواسيب محمولة والأجهزة اللوحية. الحواسيب المتوسطة، أعداء الطلاب السرعة كلما كبير حجم الحاسوب تكون السرعة أكبر طبعاً والتكلفة أكثر، والتكلفة أكثر. يعني هنا الحواسيب المتوسطة هي أكبر من الحواسيب المصغرة وأسرع، من حيث السرعة أسرع والتكلفة أكثر طبعاً. الاهتمام بمكوناته واستخداماته. أيضاً النوع الآخر الحواسيب الكبيرة أيضاً هي أسرع من الحواسيب المصغرة وأكثر تكلفة. ميزاتها واستخداماتها: أضمن الحواسيب الفائقة، هي أكثر الحواسيب تكلفة وأكثر سرعة، وله قدرة هائلة على معالجة البيانات. يستخدم طبعاً في التنبؤ بالدقة وتستخدمه وكالة ناسا. أيضاً يستخدم لمحاكاة التسجيل النووي. وأيضاً تستخدم الحواسيب من حيث أو تصنف الحواسيب من حيث طبيعة الاستخدام. حواسيب ذات استخدامات عامة مثل الحاسوب الشخصي، والحواسيب ذات الاستخدامات خاصة الحاسوب الذي يكون مدمج في أجهزة أخرى مثلاً المعالج المايكروويف الغسالة أو في المايكروويف. الاهتمام بأسئلة الدروس وأسئلة الوحدة جيداً خاصة ضبائر وصح الغلط والفرق بين الذاكرتين كما تحدثنا سابقاً. أعزائي الطلاب، سنبدأ الآن بالوحدة الثانية، برنامج سكراتش. أولاً أهمية برنامج سكراتش: تعد سكراتش لغة برمجة جديدة تعمل على إنشاء مشاريع رسوم متحركة، إنشاء الألعاب وقصص تعليمية بسهولة، تنمي مهارة التفكير المنطقي والإبداعي. مزايا برنامج سكراتش: إنشاء برامج تتحكم في الرسوم والصور والصوتيات ودمجها، إنشاء مقاطع برمجية ببساطة تشبه مثلاً لعبة البازل، وإرسال المشاريع واستقبالها عن طريق الإنترنت. أيضاً يمكننا تشغيل برنامج سكراتش من خلال أن نقر على زر الإعداد واختيار كافة البرامج أوديو بروجرام، ثم نذهب إلى برنامج سكراتش. أيضاً يمكننا عمل أيقونة للبرنامج على سطح المكتب. من المهم جداً معرفة المكونات الرئيسية للمشروع. المكونات الرئيسية موجودة في الكتاب. المكونات الرئيسية في المشروع موجودة في الدرس، صفحة أعزائي الطلاب صفحة 48. من المهم جدا معرفة عند تشغيل برنامج سكراتش يظهر لنا هيت سكراتش وهو دائم افتراضي. أيضا تظهر الأوامر هنا على شكل لبينات كما تلاحظون، هذه لبينات. أيضا مهم جدا معرفة أن الملفات التي تنشأ باستخدام سكراتش تسمى مشاريع، وأن المشروع يتألف من عناصر قابلة هنا كما تلاحظون أمامكم. هنا كما تحدث بأن الملفات التي تنشأ باستخدام سكراتش تسمى مشاريع، والمشروع يتألف من صور ورسومات تسمى كائنات، وهذا هو سكراتش كائنات يظهر عند تشغيل البرنامج، وهذه الأوامر هنا تظهر على شكل لبينات. أيضا يمكننا تجميع اللبينات في مجموعة تسمى بالكدسة. الكدسة هي عبارة عن مجموعة من اللبينات كما تلاحظون أمامكم، ويمكننا إضافة كائنات وأوامر مختلفة وتجميع الأوامر يطلق عليها اسم. أعزائي الطلاب، من المهم جدا معرفة أولا مفهوم المشاريع بأن الملفات التي تنشأ باستخدام سكراتش، وأن المشروع يتألف من صور ورسوم تسمى كائنات، وأن اللبنات أن الأوامر عفوا تظهر على شكل اللبنات تسمى باللبنات، وأن اللبنات عندما تكون مجتمعة تسمى بكدسات، وأن عندما نقوم بتشكيل مجموعة من الكدسات هذا يسمى بالمقاطع البرمجية. إذا تلاحظون أمامكم هنا في هذه الصورة أن هذه تسمى بكدسة، مجموعة من اللبنات، هذه اللبنات، وهنا تسمى بالكدسة، والكدسة
تشكل مع بعضها مقاطع برمجية. هذا كائن افتراضي غير الذكاء، وهذه هي أوامر. الأوامر كما لاحظت أو كما أطلقت قائمة الأوامر تسمى باللبنات، واللبنات عندما تجتمع تسمى بالحدثة، وتشكل معا أو تشكل معا الحدثات تشكل معا المقاطع البرمجية. أعزائي الطلاب، هنا علينا الاهتمام بأن اللغة التي يتعامل معها برنامج سكراتش يتعامل مع جميع اللغات العالمية، مثل العربية والفارسية والإنجليزية. أيضا يمكننا إغلاق برنامج سكراتش كما تلاحظون أمامكم، هذه الشاشة الرئيسية لبرنامج سكراتش. يمكننا تغيير اللغة، هنا يمكننا تغيير اللغة من هذا المثلث مثلا، يمكنني اختيار اللغة العربية، هنا يمكنني اختيار اللغة العربية كما تلاحظون، وهنا من زر إغلاق أكثر كلمة إغلاق البرنامج. علينا الاهتمام بأسئلة الدرس، أسئلة الدروس مهمة جدا، املأ فراغ. و السؤال الأول القصة غير مطلوب، لكن السؤال الثاني املأ الفراغ مهم جدا. مثلا تجمع اللبنات تسمي الأوامر في كدسات تسمى مقاطع برمجية، مهم جدا. هذه الأسئلة مهمة جدا. الدرس الثاني المكونات أو المناطق الشاشة الرئيسية لبرنامج سكراتش. أولاً منطقة أشرطة الأدوات، يوجد لدي منطقتان. نتحدث الآن عن مناطق الشاشة الرئيسية لبرنامج سكراتش. أولاً المنطقة الأولى منطقة أشرطة الأدوات، هذا منطقة أشرطة الأدوات، وينقسم إلى طبعاً شريط الأدوات الأساسي هذا وشريط أدوات المنصف كما تلاحظون أمامكم أيضاً. وشريط أدوات المنصة يحتوي على عدة أدوات، منها مثلاً نذكر منها شريط أدوات المنصة، نذكر منها هذه الأدوات مهمة جداً عند الطلاب. المؤشر، التقاط الكائن واللبنات تحريكها المضاعفة، يعمل نسخ أخرى من الكائنات، الحث حث الكائنات أو المظاهر أو الأصوات بالتكبير، يقوم بجعل الكائنات أكبر حجماً، والتصغير يجعل الكائنات أصغر حجماً. أيضاً من المناطق الأخرى منطقة المنصة، والاهتمام بتعريف هذه المنطقة، هي الحيز الذي تدرج فيه الكائنات، وسميت بذلك لأنها تشبه منصة المسرح الذي يتحرك عليها الممثلون في أداء أدوارهم. ومن الأدوات الموجودة على المنصة العلم الأخضر والإشارة الحمراء، العلم الأخضر لتشغيل المقاطع البرمجية والإشارة الحمراء لإيقاف التشغيل. هذه هي الشاشة الرئيسية لبرنامج سكراتش. شريط الأدوات الأساسي ينقسم إلى نصين كما تحدثنا. شريط الأدوات الأساسي يحتوي على ملف مثلاً هو تحرير، وشريط أدوات المنصة كما تلاحظون أمامكم هنا. يمكنني مثلا تفجير الهر كما تلاحظون، زر التفجير اضغط عليه مره اخرى يقوم بالتصغير. ايضا يمكننا الضغط على الكائن المفعل واختيار مثلا مضاعفه يقوم بمضاعفه الكائن، ايضا يقوم بحذف الكائن كما تلاحظون يقوم بالحذف. ايضا هذه منطقه المنظمه، هذه منطقة المنصة والذي كما قلنا سميت بذلك لأنها تشبه منصة المسرح. ولدي هنا العلم الأخضر لتشغيل المقاطع البرمجية، والزر الأحمر لإيقاف جميع التعليمات البرمجية. أيضا المنصة الأخرى، ننتبه أن المنصة أعزائي الطلاب مقسمة من 480 وحدة طول و 360 وحدة عرض. هذه وحدات الطول ودوائر العرض مقسمة منها وحدات الطول ووحدات العرض المقسمة منها منطقة المنصة. أيضا المنطقة الأخرى هي منطقة الكائنات، ومنطقة الكائنات أعزائي الطلاب
هي منطقة تحتوي على مصغرة المنصة وجزء الكائنات المصغرة. هاي أرجع، هاي مصغرة المنصة ومصغرة الكائنات، كما الطلاب يشوفون أمام الصف. إذن هذا شريط الأدوات الأساسي وشريط أدوات المنصة ومنطقة المنصة ومنطقة الكائنات. هذه المناطق مهمة جدا معرفتها في برنامج إكراتش. أيضا أعداء الطلاب من المهم جدا معرفة هذه الأدوات وهي كل أداة منها. مثلا قسم كائن جديد، هذه الأداة اختيار كائن جديد من ملف، وهذه الأداة تكون على كائن عشوائي. مثلا هنا نريد مثلا اختيار كائن، اختيار رسم كائن، نريد أن نرسم كائن مثلا. هنا نريد أن نرسم كائن، فيظهر أمامنا مثلا كائن استكشاف، ونريد أن نقوم ببعض التعديلات عليه، مثلا الكتابة، تغيير اللون. هنا نقوم إحنا نقوم برسم مثلا تعبئة لون كما تلاحظون أمام الطالب. نريد أيضا اختيار أقوم بالنقر أولا، نقوم مثلا باختيار كائن من برنامج استكشاف، ونقوم مثلا باختيار الكائن الذي نريده مثلا، ونقوم بتحريكه، وضعه في المكان الذي نريده. نقول هنا نريد اختيار اولا اختيار كائن من برنامج الكتابات، هنا يرسم كائن مثلا، هنا اختيار كائن عشوائي، يظهر لنا كائن عشوائي كما تلاحظون امامكم، ظهر لنا هديه. ويمكننا ايضا اعداء الطلاب، اللون الازرق هذا يعني ان هذا كائن مفعل، هنا الصحي المفعلة، وهنا هالكتاج والمفعلة. عندما أريد مثلا أن أحذف أي من الكائنات هذه، فقط أضغط على حذف يقوم بحذفنا الكائن. أيضا من المهم جدا معرفة الدرس الثالث، مثلا الدرس الثالث منطقة التحكم. منطقة التحكم تحتوي على تبويبات خاصة بالكائن النشط، مثلا تبويب المقاطع البرمجية. هذا التبويب يكون مفعل تلقائيا عند تشغيل برنامج الكلاس، تبويب المظاهر والخلفيات. مرة يظهر هذا التبويب باسم المظاهر عندما يكون أحد الكائنات مفعل، ومرة باسم الخلفيات عندما تكون المنصة هي المفعلة والعنصر النشط. وتبويب الأصوات، هذه التبويبات مهمة جدا. أيضا يوجد لدينا مثلا يظهر لنا بمنطقة التحكم بيانات الكائن النشط، اسم الكائن، موضع الكائن، اتجاه الكائن. وأيضا يظهر لنا في منطقة التحكم أزرار نمط الدوران الممكن مثلا، والمواجهة اليمين واليسار كما تلاحظون، ولا دوران. أريد أن أوضحها لكم. مثلا هنا كما تلاحظون لدي ثلاث من التبويبات، تبويب المقاطع البرمجية كما تحدثت تكون مفعلة في تشغيل البرنامج، تبويب المظاهر، وتبويب الأصوات. وهنا يمكننا التحكم مثلا بالاتجاه، أضغط على الاتجاه كما تلاحظون، هنا الدوران إلى جميع الاتجاهات، هنا دوران لليمين واليسار فقط، وهنا لا دوران للكائن النشط. أيضا كما قلت لكم الاهتمام بحل أسئلة الدروس، الاهتمام بحل أسئلة الدروس. مثلا هنا أريد أن أقوم مثلا بحل هذا السؤال مثلا هذا السؤال، ما التبويب المفعل هنا؟ التبويبات هنا، المقاطع البرمجية هذا المفعل، عدد الكائنات الظاهرة على المنصة هون ثلاث كائنات كما تلاحظون، الكائن النشط، الكائن الأول، الشجرة. ما مقدار زاوية اتجاه الكائن؟ 45 كما تلاحظون هي موجودة هنا. والإحداثيات إكس تساوي ثالث 8، سأقوم بتسجيل الصورة، وواي 2 والاتجاه تساوي 45، ونمط الدوران إلى جميع الاتجاهات كما تلاحظون أمامكم هنا في الصورة.
أيضاً أعزائي الطلاب، سنبدأ الآن بالمقاطع البرمجية. وتعلمنا أن لدي منطقتان في برنامج فوتجاز، منطقة هذه المنطقة تسمى منطقة ألواح اللبنات. كما تلاحظون تظهر هذه المنطقة عبارة عن مجموعة أسرار للتفريق بين أنواع اللبنات. مثلاً هنا الأحزاب تظهر باللون الأصفر، مثلاً أتحكم باللون البرتقالي. وهذه المنطقة الأخرى منطقة المقاطع البرمجية، وتسمى بمنطقة العمل لأن يتم فيها التخطيط والترتيب وبناء المقاطع البرمجية المتعلقة ببرمجة الكائن النشط. أيضا سنتحدث عن أنواع اللبنات، سنتحدث عن أنواع اللبنات أعزائي الطلاب. مثلا هنا يوجد لدينا أنواع اللبنات. أولا لبنات الكدسة، من أهم هذه اللبنات هي عبارة عن لبنة موجود كلهم في أعلى ونكوب في أسفلها. كما تلاحظون أمامكم أهم خصائصها، تحتوي منطقة إدخال لإدخال قيم متغيرة، تحتوي قائمة منسدلة بمعنى يمكننا اختيار هنا اللون أو التغيير، وشكلها مثل الفم المقصود. أيضا يوجد لدينا لبنات القبعات، هي لبنات متغيرة من الأعلى وتوضع في قمم الكدسات. ومن الأمثلة عليها مثلا هذه عند نقل الكائن الواحد، ولبنات المتغيرات. ثم هذه اللبنات تضع في مناطق الإدخال الخاصة باللبنات الأخرى، وهذا مثال عليها. أعزائي الطلاب، مثلا هذه لبنة كدسة تحتوي هنا على منطقة إدخال للأرقام، ويمكننا تغيير الرقم كما تعودنا. أيضا هنا مثلا لبنة كدسة تحتوي على قائمة مفضلة، وهنا شكلها مثل الفم المفتوح، بينما لبنات القبعات هكذا قمم مفضلة من الأعلى. وهذه مثال على لبنات المتغيرة. ننتقل هنا إلى درس مفهوم المشروع. مفهوم المشروع، كيفية البدء بمشروع جديد. كما تعلمنا كيف نعمل مشروع، كيفية عمل مشروع، إرشادات لإنشاء المشروع مهم جدا أيضا، وبناء مشروع مقترح. مثلا سنقوم هلأ ببناء مشروع مقترح. أيضا الاهتمام بكيف نحفظ المشروع وفتح المشروع، وبالإضافة لإضافة بعض الأطباق والمظاهر على المشروع الذي أمامنا. والاهتمام أعزائي الطلاب مثلا هنا المقصود بالمظهر هو التغيير الذي يحدث في شكل الكائن أو في شكل الخلفية. أيضا من المهم جدا معرفة أنواع ملفات الصوت التي يمكن تشغيلها على برنامج سكاتش MP3 و WAV مثلا. والانتباه هنا هذه أسئلة الدرس الخامس والسادس، بالإضافة إلى أسئلة الوحدة الاهتمام بهذه الأسئلة. أيضا أعزائي الطلاب، الدرس السابع والدرس الثامن مهارات برمجية متقدمة، والدرس الثامن مشروع الثاني دروس محدودة من هذه الوحدة. نرجع هنا مثلا يمكننا عمل ملف وإنشاء مشروع جديد. مثلا جديد، نعم مشروع جديد. هنا يمكننا أيضا حفظ المشروع، مثلا الحفظ إلى حاسوبك، ويمكننا تحليل مشروع من جهاز الحاسوب. سأبدأ أولا بعمل مشروع افتراضي. قمنا أولا باختيار، نريد أعزائي الطلاب أن نقوم ببناء مشروع مقترح. أولا نختار لبنة عند النقر على العلم الأخضر، ثم نقوم بتحديد الدوران لليمين واليسار فقط كما هو أمامكم. ثم ما مثلا نختار الحركة للتحرك، مثلا بدلا من 20 خطوة إلى 50 خطوة نقوم بتغيير 50 خطوة. أيضا نريد أن يقول قبل أن أتحدث عن كيفية جعل الهيد يتحدث، المظاهر مثلا يمكننا تغيير أي مظهر يتعلق بأي كائن. يظهر هنا مجموعة الكائنات، ونقوم بتغيير ما نريد من المظاهر والأصوات. نقوم بالرجوع إلى المقاطع البرمجية، مثلا نريد أن يقول السلام عليكم لمدة ثانيتين، نريد تغيير السلام عليكم ونضع عبارة مرحبا بكم في مشروعي الأول. كما تلاحظون مثلا لمدة ثانيتين
هنا نكون قد انتهينا. عندما نريد مثلا ان نجعله يتحدث، مثلا هنا ننظر على العلم الاخضر عند تنفيذ المقطع البيولوجي كما تلاحظون امامه نويد، سوف يتحرك ثم يقول مرحبا بكم في مشروعي الاول. اعزائي الطلاب، من المهم جدا معرفه ان المشروع يمكننا هنا حفظه، الحفظ الى الحاسوب، يظهر لنا صندوق حوار كما تلاحظون. الامتداد لمشروع الكراش SB كما تلاحظون، SB هو امتداد لمشروع الكراش، من المهم جدا معرفة هذا الامتداد. قلت لكم يمكننا أيضا مثلا العمل على إضافة المظاهر، مثلا نريد هنا إضافة كائن جديد، اختيار مثلا كائن عشوائي كما تلاحظون ظهرت لنا دجاجة مثلا. نريد مثلا إضافة مظاهر لها، نفعل هذه المظاهر، مظاهر الدجاجة. نريد مثلا عمل نسخ، عمل لصق، عمل حذف للمظاهر، ومثلا تغيير اللون، الكتابة، يمكننا من المظاهر أيضا يمكننا إضافة الأطباق كما أتحدث. هكذا أعزائي الطلاب أكون قد انتهيت، أتمنى لكم النجاح في الامتحان والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.